اختارت تصميم الأزياء ومزجت بين الحضارات ومن قلب المشرق كانت بدايتها، وتميزت حتى كانت مطلب عديد من الفنانات. أرحب بمصممة الأزياء السورية هويدا البريدي. اهلا فيكي. اهلا فيك حبيبي. يعني هويدا معروف عنك انت بتصممي للمشاهير وللنجمات والفنانات، وطبعا المشاهير كثير صعبين يمكن وبيهتموا بتفاصيل كثير دقيقه لما يتعلق الموضوع بطلتهم، ما بتعاني معاهم شوي؟ لا، ما هي ما بتكون المشكله مشكله التفاصيل الدقيقه والفستان، لا انا بنبسط بالتعامل معهم الصراحه، ما عندي ما صار معي مشاكل يعني انه مع حدا، بيبقى انا بكون بحمل مسؤوليه اكبر، عرفتي هي هي، والا لا تعامل كازياء لا ابدا، بس مثل ما قلت لك انا بكون حاسبه حساب انه لما بتلبسي ست عاديه فستان مو مثل لما بتلبسي نجمه وبدهم يشوفوها ملايين، بدهم يقيموا عملك من خلالها، فهي هو انا بالنسبه لإلي اصعب شوي، بس لا كتعامل التعامل الاجتماعي صعب معهم، بس بالشغل لا بالنسبه لإلي ما في مشكله. نعم، بالفتره الاخيره اطلقتي مجموعتك الجديده حوار الحضارات، مزجتي فيها بين الحضاره الروسيه في القرن الثامن عشر وايضا الشرق كان جزء وقلب سوريا كمان. ليش سوريا وروسيا؟ شو السبب؟ هلا انا بشكل طبيعي انا بحب روسيا كثير، وكان جاي على بالي اني اتواجد بفتره معينه اني اكون موجوده بروسيا بمدينه سان بيترسبرغ. هلا فكره اني انا مو اول مره بمزج بين حضاره الشرق وحضاره الغرب، بس دائما كنت اتناولها باوروبا بفرنسا بانجلند، انه القرن الثامن عشر نفسه بس باوروبا. كنت عم بقرا عن تاريخ وعن الملكه كاثرين بروسيا وأثارت فضولي يعني هي بأزياء أو بشخصيتها وهيك، فحبيت أني أنا أتواجد بهالفترة بروسيا ومع الملكة كاثرين وأعطيها شوي يعني أمزج بين الأزياء اللي كانت هي تلبسهم وبين أزياءنا نحن، وتحديدا أخذت شيء شرقي من سوريا يعني. اها، وكيف تجاوب معك الناس؟ لقى اقبال أكيد كبير؟ أكيد اعجب الناس حتى لو انه فيه شوي مزج حضارات هلا اخرى؟ هلا بروسيا اخذ ضجه كثير كبيره وعمل ضجه كثير حلوه، واستقبلوني استقبال كان كثير حلو. وبنفس الوقت هون الناس اللي بتحب شغلي معوده على هذا الستايل وبتستناني لنزل الجديد منه لتاخده، يعني معودين دائما على المزج اني انا بحب الفيكتوريان ستايل اللي هو الكورسيت مع الهيك، فدائما بمزج فيه شيء شرقي، فانا كل اللي بياخذوا من اللي بيتابعوني ناطرين دائما هذا الستايل ودائما بدهم الجديد منه، فالحمد لله الكوليكشن كانت كثير حلوه يعني عملت ضجه حلوه. جميل. هاي عندنا فستانين بالستوديو، هل هم جزء من الكوليكشن ولا هاي كوليكشن اعراس؟ لا هدول كولكشن اعراس جداد. هلا الناس بدهم يستغربوا شكلهم فيكتوريان، كنت عم تقولي كثير فيكتوريان اللي على اليمين. هن هي كولكشن تحديدا لميسا مغربي، الفنانه ميسا مغربي بوجه لها تحيه من هون، هي صديقه وبشتغلها بحب يعني، بس اعمل لها دائما مستحيل اعمل لها شيء ما اكون عملته حلو لانه بشتغلها من قلبي. مع بعلاقتك مع الفنانه ميسا المغربي اكثر، سمعنا صممتي لها العديد من الفساتين، حدثينا عنها اكثر وعن هذا التصميم يعني بالخصوص اكثر. هدول التصاميم حقول لك شو، انه هو الفكره طلعت من بيني وبينها بقعده ود عم نشرب قهوه وعم نضحك ونمزح، فقلت لها بدي اعمل لك فستان عرس امتى بدنا نفرح فيكي؟ قالت لي شكلي ما حتفرحي فيني، قلت لها لا انا حره بفرح فيكي امتى ما بدي. من هالفكره طلعت انه قدرت اعمل لها سبع فساتين وعملنا تصوير وفرحت فيها بالتصوير، يعني عملنا لها عرس ولو انه اعلامي كان، بس عملت لها سبع لوكات مختلفين كثير عن بعضهم، وبس ينزلوا الصور يطلعوا بتشوفيهم انه الحمد لله بكل لوك كنا متوفقين، لانه ميسا بتتقمص الشخصيه، يعني هي بعض المشاهد ميسا بتتقمص شخصيه اللوك اللي نحن بنكون دارسينها يعني، فهن تحديدا انعملوا لها. حلو، وشو الشخصيه اللي كنتي بتدوري عليها وبدك اياها؟ هلا انا مثلا هي هذا الفستان انا بعتبره هذا فستاني، من كل كولكشن في فستان بسميه فستاني. هذا هو الفستان بحبه كثير، اشتغلته من كل قلبي بكل تفاصيله يعني. فهذا اللوك اللي هو شوفي من فوق قد ايه بتحسيه شرقي، بس تنزلي على السيراميك اللي حاططته، هذا السيراميك اكيد ماخوذ من الحضاره الاوروبيه، الهيبس ماخوذه من ازيائهم كمان، حتى بهذا في مزج، بس هذا بقى معمول لشكل ميسا و
لجسم ميسا. ايه اكيد بيفرق من عنا باستوديو عليها. ايه شو بتعطيكي ميسا؟ شو سبب اختيارك لميسا المغربي؟ ميسا بتمثل الانوثه الراقيه اللي ما فيها يعني هي ما فيها هذا التشيب الرخص، ما انه موجود. انا هذا الستايل اللي دائما بدور عليه، بدور على الانثى اللي بكل معنى الكلمه انثى بس بشياكه، بدون يعني بشياكه، ما بعرف شو بده يكون العكس، بس هو بحس لما بعمل لها قطعه هي بتقدمها بطريقه كثير كلاسي، بتتناغم هي مع القطعه، يعني بحسهم بيدوبوا بعض الفستان مع ميسا. يعني انا بالنسبه لإلي لمصممه ازياء يعني هذا الشيء اللي انا اكيد بدور عليه. حلو. طيب الفساتين الاعراس صممتي سبعه، انت متخصصه بفساتين الاعراس، ليه بتحبيهم كثير؟ لا انا بالعكس، انت يعني بتنوعي هات كوتور وفساتين الاعراس، بس كمان بتحبي تركزي على فستان العرس كثير. لا الصراحه انا لاني مقله كثير بفساتين الاعراس، بهتم كثير اكثر بالسواري الفساتين العاديه لاني كثير بحبها، فكل فتره بحس حالي اني انا قصرت ما عندي شيء اعراس، فلحتى اعوض بقوم بعمل كولكشن اعراس لحالها بدون اي فساتين ثانيه، بعمل مثلا سبع فساتين 8 فساتين، بس بعمل بس فساتين اعراس، مو ضروري بالسنه يمكن بالسنتين. فبس حس حالي انا مقصره بفساتين الاعراس، وهيك بكون بالي يعني انا المود تبعي جاي على فساتين اعراس، بقوم بعمل كذا فستان يعني بعملهم دفعه واحده، فبتحسيني اني ركزت عليهم، بس بركز عليهم لاني مقصره معاهم. حلو. طب مين انت بتحبي تشتغلي معاها كمان غير ميساء المغرب؟ من الفنانات اللي بترتاحي معاهم اكثر شيء؟ هلا برتاح شيء واني بحب شيء، لانه هلا اللي ما بعرف يعني اللي بحب انا اتعامل معها انا ما بعرفها، يمكن ما تكون مريحه مثلا فما بعرفها. مثلا انا كثير بحب شكل، بحب اليسا، بحسها كلاسي يعني شيك، بحس انه ممكن تضيف للقطعه بغض النظر يعني ما هلا ممكن تلاقي كثير فنانات احلى من اليسا ممكن، وهيك مو هذا هدفي، مو ما بدور على الاحلى، بدور على الجود ايمج، على الشيك يعني. اكيد مثلا هون يطلع لابق عليها إيه، انه يطلع انه تقدم لي اياها بطريقه شيك، يعني ما تكون مثلا، ما بقدر انا فنانه تلبس لي فستاني وتكون عم تعمل مثلا فيديو كليب هيك مايع، او عرفتي كيف، او نعم. شيء بحس حالي مو انا، مو مكاني، فبدور انا اول على المكان اللي انا بشوف حالي فيه. ومين بتطمحي تلبسي بالمستقبل؟ شخصيات من فنانين عالميين مثلا؟ عالميين ممكن كمان عالميين، يعني بتمنى البس بيونسي، بحب شكلها. كثير بحب شكلها. وستايلك بيلبق لها؟ ايه لانه عندها كيرفز كثير، انا اغلب فساتيني بتعتمد على انه على المنحنيات بالجسم. يعني بيلبق فساتيني اكثر للاجساد اللي لها عندها منحنيات. حلو. طيب ليه برايك النساء بعالمنا العربي بتثق بالمصمم الرجل اكثر يمكن من المراه، بالرغم من انه في كثير مصممين نساء في العالم بيقودوا دور عالميه كمان؟ ايه هلا نحن يمكن عنا كعرب ما في مصممات عربيات طلع اسمهم كثير، بس انا بحس لا بالعكس، بحس انه انا بالنسبه لإلي بالتعامل مع الناس اللي بيجوا لعندي فبهن بيقولوا لي انه لا اكيد بيعبروا لي انه بيرتاحوا اكثر مع المصممه من المصمم. في اشياء الست بتقدر تقولها للست بس تستحي تقولها للرجال. يعني انا الست بس تجي لعندي تقول لي جاي على بالي يطلع شكلي كذا كذا كذا، هلا انا ممكن توصف لي بس ما ممكن توصفها للرجال مثلا، عرفتي؟ أكيد. حتى بالفيتنج روم على البروفا لما انت عم تعملي كوتور وعم تعمليه باي اوردر لإلك، فانت اساس الفستان هو غرفه القياس، فلما بتكون انا مثلا عم شوف الفستان هون بده هيك هون بده هيك، مو مثل ست ما بترتاح يدخل عليها رجال على غرفه القياس ويقول لها فستان لا خلينا نضيقه خلينا نوسعه. فانا لا برايي انه الست كثير اسهل يعني اكيد. طب بس عالميا كمان معظم دور الازياء العالميه بقودها رجال، صح؟ ليه برايك السبب يعني؟ لانه لقلك ليش، هلا دور الازياء العالميه الكبيره اساسا رجال، لانه من 70 و80 سنه الستات ما كانوا يشتغلوا، ما كان في غير كوكو شانيل اللي انقذتنا يعني، والباقي كلهم كانوا رجال، ولليوم استمرت الاسماء الكبيره باسماء اللي اسسوها اللي هن رجال. بس هلا اليوم في كثير اسماء ستات طلعوا باسماء كثير كبيره بس هن حديثين
لأنه اليوم صارت الست يعني مثلها مثل الرجل بكل المجالات. بين المصممين العرب وين بتشوفي حالك؟ أنا بعتبر ما بعرف وين بكون بيناتهم، بس أنا بعتبر حالي مميزة جدا. أنا بشتغل بالتميز، أنا متميزة بشغلي، أنا ما ممكن تلاقي فستان عندي بيشبه فستان أي مصمم عربي أو عالمي، عكس أغلب المصممين العرب. وبين العالميين وين تطمحي توصلي؟ بطمح أوصل كون أهم من أي حدا، يعني بطمح عندي طموح كتير كبير إن شاء الله عم بشتغل عليه، إن شاء الله أقدر أوصل، عم بعمل اللي علي. وشو عم بتحضري لنا هلأ؟ هلا عم بحضر للاين جديد بالبريتا بورتي، هلا من جديد بده يكون، هلا بدي ابدا فيه. حيكون مفاجأة، حيكون كثير حلو، حينعمل بطريقة كثير حلوة وحنعمل له دعاية حلوة إن شاء الله. جميل، طب بالنهاية بحب أسألك كمان عن كان في بالفترة الأخيرة خلاف بينك وبين الفنانة أصالة، إذا فيك تخبرينا شو تخيلي آخر الأخبار أو تصلحتوا مثلا؟ لا أكيد لا، ولا حيكون أكيد. تخيلي أنه لأول مرة بحياتي بحكي بالموضوع وبضطر، يعني أصالة نصري أجبرتني أني أحكي باسمها. أنا تعاملت معها من 8 سنين لمدة سنة، من 8 سنين عم بحاول أنسى أني تعاملت معها، اليوم أجبرتني أنه أحكي بالموضوع وأقول أني أنا بيوم من الأيام لبستها لأصالة نصري. ليش؟ السبب؟ كل مشكلتي معها لمدة سنة كانت بالنسبة لي ذكرى سيئة جدا، أسوأ إنسانة تعاملت معها بحياتي يعني، وقطعت علاقتي من 8 سنين لليوم، وهي بتحاول ترجع تجي لعندي على الأتوليه، وكل اللي بيعرفوا الناس اللي بتحطهم واسطات كلهم بيعرفوا، مو محبة فيني، دائما هي عندها أسباب تانية، يعني لو محبة فيني والله بستقبلها، دائما هي عندها أسباب تانية. ما بدي يعني أرجع لهذا التعامل. كل ذنبي مع أصالة نصري إني رفضت استقبلها. بس الفنانة أصالة فنانة كبيرة، فنانة كبيرة، لازم يكون سبب كتير مهم، صوتها كتير حلو، يا ريت تتم تغني. بس شو السبب؟ ما بدي استقبلها لأنه جربت تعاملت معها. ما فيكي أنت عملتي تجربة سيئة بحياتك تعيديها، ما نحن بنتعلم من تجاربنا. بدي أكون غبية إذا ما تعلمت من تجربتي معها ورجعت استقبلتها. كل الناس تتمنى تستقبل أصالة نصري، كل المصممين بيتمنوا، أنا ما بدي، ولازم أدفع ثمن إنه ما بدي. هاي هي المشكلة، ما بدي استقبلها ولازم أدفع ثمن. ودائما عندها بحياتها أصالة نصري، كانت تتاجر بموت أبوها إعلاميا، وحياة البابا وحياة البابا، طلقت، تاجرت بطلاقة من زوجها، بعدين هلأ بتتاجر بقضية وطنها. فأنا ما استقبلتها معناتها قصة إلى علاقة بسوريا. طبعا حق الرد مكفول للفنانة أصالة، أكيد 100%. بتمناها ترد، بتمنى ترد. وأنا قلت لك هي لأول مرة بحياتي بحكي، هي أجبرتني إني أحكي. شكرا كثير لك فنانة هويدا، تسلمي، استمتعنا بالحديث معك اليوم، شكرا لك. تسلمي. مشاهدينا فاصل قصير ونعود لمتابعة فقرة سيدتي.